اليوم يعني ما دام الجمعيه العامه مازال ما انعقدتش ما يمكنش يعني نصرح ببعض الاشياء اليوم باش نقول لك استقاله اقاله تقاعد. انا مستهدف، انا ما يهمنيش هذا الشيء كله بقدر ما يهمني انه كل الرياضيين وكل المدربين والناس يعني اللي تعاملوا معنا في اطار الموسم الرياضي 2020 2021 يتقاضوا يعني سواء اجور او مستحقات بالنسبه للمتعاملين معنا. بعدها يكون ما يكونش بالحسين، يعني انا بالنسبه لي هذا شيء ثنائي يعني، وخاصه انه انا ما عنديش ما جيتش ندير اسم في الرياضه ولا جيت من جديد نبدا. الحمد لله الواحد تاعو المشوار تاعو كل واحد يعرفه.